سفينة الحب هي المسرحية الثالثة للمخرج نوار البلبل بعد شكسبير في الزعتري وروميو وجولييت، وقد شارك فيها 7 من الفنانين السوريين والأردنيين في المركز الثقافي الفرنسي في جبل الويبدي. تعكس المسرحية عمق نضال الشعب السوري عندما تجول من عن ظهر السفينة في البلدان والدول والحضارات والثقافات التي أبهرت العالم، فكانت في ثقافة وسلوك المواطن السوري الذي برهن أنه يمتلكها ويحفظها ويقدسها ويتغنى بها. كل مرة نحن عم نشتغل عمل له علاقة بتسليط الضوء على ما يجري للسوريين اليوم، كيف نمص دم السوريين اليوم. سفينة الحب حابين نحن نسلط الضوء بشكل أو بآخر، أولاً على حمى اللجوء السوري الذي يعاني منه السوري اليوم حقيقة، ثانياً تسليط الضوء على المعتقلات والمعتقلين في سجون النظام، ثالثاً تسليط الضوء على جرح الحرب جراء قصف النظام للبراميل المتفجرة، رابعاً وأخيراً هو تسليط الضوء على المغتصبات في سجون النظام. كشفت سفينة الحب عن ويلات الحروب في سوريا من عمليات قتل واعتقالات وتهجير واغتصاب وحصار وجوع، فتم اللجوء إلى البحر للهروب من الويلات لتستمر حياة المواطن السوري ومحبته للدنيا والحياة. تم تصميم ديكور المسرح على شكل قارب ليختصر فيه معاناة السوريين ويكون القارب رمزاً للموت حتى وإن اختلفت روايات اللجوء وقصصه بين اللاجئين. دقيقة واحدة وسوف تستمعان لخطاب السلام الحب. أيمن الحمود، رؤيا.